بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بمملكة البحرين ورئيس الدورة 54 لمجلس وزراء إعلام العرب. معالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس المكتب التنفيذي المحترم. سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال المحترم. أصحاب المعالي والسعادة والسيادة المحترمون. الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وكوادرها المحترمة. الزملاء الإعلاميون كافة. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء نتقدم بالتهنئة لمعالي الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام في مملكة البحرين على ترأسه أعمال الدورة الحالية 54 لمجلس وزراء إعلام العرب، كما نجدد التهنئة بمناسبة الاحتفال بالمنامة عاصمة للإعلام العربي لعام 2024. كما نقدم الشكر إلى معالي السيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية الشقيقة على رئاسته أعمال الدورة السابقة 53 لمجلس وزراء إعلام العرب. نجتمع اليوم في رحاب بلدنا الثاني البحرين وعاصمتها المنامة، وننطلق من وجعنا وهمنا الأكبر قضيتنا العربية الفلسطينية، ونتشارك الألم الذي نقاسيه ويقاسيه إخوتنا في الأرض المحتلة من الكيان الغاصب، هذا الكيان الذي أثار حفيظة العالم بما اقترفه من جرائم بحق أهلنا في فلسطين عموماً وفي غزة بشكل خاص، والتي يندى لها جبين الإنسانية. وإذ نؤكد بأن العراق شعباً وحكومةً يقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في هذه المحنة، فإننا نشيد بكل المواقف الإنسانية التي سجلت صحوة إنسانية عالمية، خاصة في الصروح العلمية المتمثلة بطلبة الجامعات والنخب الثقافية والعمالية والشبابية، والذين أثبتوا موقفهم الرافض لكل جرائم الإبادة ودعوتهم لنصرة القضية الفلسطينية وإيقاف العنف الأعمى بحق المدنيين العزل، كما رفض النخب والشعوب لسياسات ازدواجية المعايير في ميزان العدالة الدولي وتبني شعار الإنسانية لا تتجزأ، فدماء أطفال فلسطين ونسائها قد أضحت علامة ومعيارا لأحرار العالم ومبادئهم الإنسانية، وهو مكسب كبير لهذه القضية الحقة وجدانا وإعلاما وفكرا وقضية. الأخوة الأعزاء، إن العراق اليوم ممثلا بشعبه وحكومته بقيادة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني يقف إلى جانب إخوته العرب ويدعم قضاياهم، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وكما يعلم الجميع لم تغب عن نقاشاته في مجمل الحوارات واللقاءات والمحطات وطنيا وإقليميا ودوليا. ومن هنا وفي إطار استثمار هذا الاجتماع الكريم، نبادر لدعوة إخوتنا الحضور ممثلي الدول العربية من أجل إطلاق تحالف إعلامي عربي موسع غايته دعم القضية الفلسطينية والاستمرار بكشف جرائم الاحتلال التي أضحت إبادة جماعية صريحة بحق أهلنا في غزة، خلفت أكثر من 35,000 شهيد، نصفهم من النساء والأطفال، كما خسرت الأسرة الصحفية قرابة 143 شهيداً بحسب آخر تحديث للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إذ إن ماكنة الاحتلال مستمرة في إبادة البشر وتدمير الحجر والشجر والبيوت الآمنة في انتهاك سافر يعكس مديات الانفلات الأخلاقي الكبير الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني الصابر. كذلك نؤشر من خلال هذا الاجتماع على التحديات التي تواجهها بلداننا العربية جراء الأجندات الدخيلة الموجهة في رسائل الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدد بلا شك قيمنا ومبادئنا وديننا وهويتنا وتاريخنا ومنظومتنا الأخلاقية كل يوم، وتفرض على شعوبنا التعرض إلى مضامين دخيلة وتجبرنا على التعاطي مع سلوكيات شاذة باستخدام نظرية التكرار ليصبح كل شيء مقبولاً اجتماعياً بمرور الوقت. يضاف لذلك أسلوب تعاطي هذه المنصات
مع أحداث غزة وإزدواجية معايير بعضها وتقييد مستخدمي المنصات في إظهار جرائم الاحتلال في كل العالم، والتضييق على القضية الفلسطينية تكنولوجياً وإعلامياً، والسماح للمحتوى الداعم للكيان الغاشم بتحريف الحقائق والوقائع. لذا نرى بأن هنالك ضرورة ملحة لدعم فريق التفاوض العربي مع شركات الإعلام العالمية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، والإسراع بتنظيم المحتوى الرقمي بما يلبي رغبات ومطالب شعوبنا الحقة وحقوق وقوانين دولنا. يشيد العراق بإرادة الشعوب العربية التي تمثلت في الفعاليات المتنوعة المتضامنة، ونحث الأشقاء إلى استثمار كامل ماكنتنا الإعلامية العربية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالحياة والحرية وإقامة دولة مستقرة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف. أيها السادة، نشهد اليوم تحديات وفرصا كبيرة تواجه جميع القطاعات وتهم الشرائح الاجتماعية كافة، منها التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وإمكانية اللحاق بهذا التطور الكبير والتفتير بالتكيف الآمن معه، الأمر الذي يقتضي الدراسة المعمقة لتفادي التأخر بهذه المجالات والعمل على تحييدها لصالح مجتمعاتنا. ونرى بأن يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد تشكيل عربي مركز أو معهد تحت مظلة الجامعة العربية يعنى بهذا الاختصاص، ويتم رفده بالطاقات العربية المبدعة من المختصين والتنسيق مع المؤسسات والأكاديميات والمنظمات العالمية الرائدة. يضاف إلى ذلك تحد آخر هو البيئة والمناخ وسبل مواجهته من الناحية الإعلامية ووضع استراتيجية إعلامية عربية. وفي هذا المجال نوضح بأننا عقدنا في هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق سلسلة من الاجتماعات المهمة مع 13 جهة رسمية ما بين وزارة وهيئة من أجل الحوار المشترك مع القطاعات المعنية والوقوف على التحديات والفرص في إعداد الاستراتيجية. وقد تمخض عن هذه الجهود تشكيل لجنة وزارية ترأستها هيئتنا، وقد رسمت الأهداف الرئيسية لملامح الاستراتيجية المتمثلة بزيادة عدد المختصين في مجال الإعلام البيئي وتطوير مهاراتهم وتنمية الوعي البيئي لديهم والتعامل مع قضايا البيئة بأسلوب يسهم بتعزيز المعالجة الإعلامية للواقع البيئي وبالتالي ينعكس على وعي وسلوك المجتمع. وسوف تكون هذه الاستراتيجية نواة العراقية التي سوف نعمل سوياً على إنضاجها في المؤتمر العربي الذي ستحتضنه بغداد بالتنسيق مع الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية، لتكون استراتيجية عربية موحدة في التعامل مع هذا الملف الهام. الأخوة الكرام، ننتهز الفرصة ونتشرف بتوجيه الدعوة إلى جميع المؤسسات الإعلامية العربية للحضور إلى بلدهم الثاني العراق وفتح مكاتب إعلامية دائمة. ونحن في هيئة الإعلام والاتصالات نتعهد بتقديم جميع التسهيلات والموافقات اللازمة لتواجد الإعلام العربي في بغداد وجميع المحافظات العراقية من أجل أن يكون إعلام الأشقاء حاضراً وشريكاً بنقل الصورة الحقيقية عن العراق والمنجز الكبير الحاصل على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والعمرانية. ولا يفوتني أن أنقل لكم شكر وترحيب جمهورية العراق حكومة وشعبا بقرار الجامعة العربية قبول طلبنا باستضافة اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة بدورتها العادية 34 وبرئاسة العراق في بغداد السلام عام 2025. ختاما، نشكر مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على احتضان المنامة لنشاطات قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، آملين أن تحظى جهود مجلسنا الموقر بالنجاح في إقرار ما تصبو إليه تطلعات شعوبنا وبما يسهم بتطور قطاع الإعلام في العالم العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.